مشاهدي قناة أشواق تيفي، مرحبا بكم في هذا البث المباشر مباشرة من مدينة الدار البيضاء وبالضبط من قنطرة يعني السيد البرنوسي اللي كتربط السيد البرنوسي مع منطقة الأزهار. فهذه واحد الفضيحة يعني اللي كنشوفوها كل سنة، فضيحة اللي كنشوفوها كل سنة يعني كيف ما كتشوفوا الطوموبيلات كيرجعوا ما قدروش يدوزوا من هنايا. هذه الفضيحة كل سنة كتكون هنايا، كل سنة يعني كيغرقوا الطوموبيلات، كل سنة كيكونوا خسائر مادية، وهادشي كامل يعني السلطات ما قدراتش دير حل لهاد البلاصة، السلطات ما قدراتش تدخل ودير يعني شي منطقة اللي شي حاجة اللي يدوز منها الماء من هاد البلاصة هادي. فهادي خطر يعني داك العام يعني تسبات هاد المنطقة هادي بالضبط، تسبات في خسائر مادية كبيرة، يعني كانت تقريبا أكثر من 100 سيارة اللي غرقات هنايا، كانت السيارة اللي كدوز كتغرق. وهاد السنة يعني وكيف ما عرف صباح هاد اليوم يعني تساقطات خفيفة، يعني كانت واحد شوية ديال الشهاد الصباح هذا اللي خلات كما كتشوفوا يعني فيضان، ما صباتش الشهاد يعني تا قل من الساعة ما صباتش الشهاد، قل من الساعة ما صباتش الشهاد. وكيف ما كتشوفوا فيضان هنا، هنا بركة مائية يعني نقدروا نقولوا لا بيسين الناس، ولو كتاب السيارات يعني كيوصلوا حتى لهاد المنطقة هادي وكيرجعوا كيخافوا على السيارات ديالهم. كما كتشوفوا يعني أي سيارة كتشوفها لهنايا كيف ما كتشوفوا كيجيبوا الدورة، ما كيقدروش يدوزوا من هنا انه خطر، يعني الطوموبيله تقدر تدوز حتى للوسط وتحل، وهذا يعني خطر على خطر على السيارات، ما كاينش انا تعويض. فهذه كارثه يعني كان ديك السنه و السيارات يعني كيخافوا يدوزوا من هنايا. هذه فضيحة ديال 2022 يعني هنا بمنطقة البرنوسي، فين هما السلطات فين هما المسؤولين؟ يعني نصف ساعة ديال الشتا دارت هذه الفضيحة هذه، وما بالك يعني لو بقات كتصب ساعات شنو غادي يوقع هنايا؟ غادي توقع كارثة عظمى، يعني لاطروج كاملة غادي تسد عاوتاني كيف ما داك العام. فأي المسؤولين يعني يديروا يعني كاين حلول. البنية التحتية ما كايناش هنايا كاع، البنية التحتية منعدمة خصوص يعني هنا يعني بجوار طريق السيار. الناس اللي كيسولوا على البلاصة هادي القنطرة يعني ديال السيد البرنوسي اللي كتربط مع حي الأزهار، هادي القنطرة ديال حي ديال السيد البرنوسي اللي كتربط مع حي الأزهار. فهنا يعني كارثة فضيحة يعني كتكون كل سنة كتعرف هاد المنطقة هادي، فين ما كتصب الشق 15 ديال الدقائق من الساعة كتكون هنا فضيحة. الله يعطينا الشق على قد القوات ديالنا، هادشي اللي غنقدر نقول لكم، الله يعطينا الشق
على قد القوات ديالنا، لانه بصراحه انا في مدينه الدار البيضاء ما عندناش القوات، يعني فين ما كتصب الشق كتغرق مدينه الدار البيضاء. فالدعوه ديال البيضاويين، يعني الناس ديال الدار البيضاء ملي كيدعيو كيقول لك الله يعطينا الشق على قد القوات اللي عندنا، فبصراحه يعني ما كيف ما كتشوفوا فاحنا يعني بجوار طريق السيار. كنبغي نأكد على الكلام ديال الزميل ديالي ونكمل على الهضره ديالو. كيف ما عرفتوا العام اللي فات كانوا وقعوا فيضانات كبيره، بزاف السيارات غرقوا، بزاف الناس خسروا السيارات ديالهم، تخسروا اليوم وهذاك الشيء. بالطبع كنبغي هنايا نمشي لواحد الموضوع مهم، هو الشركات ديال التامين السيارات. كانوا قالوا حنايا ما نقدروش نامنوا لكم او نتكلفوا بتصليح السيارات هذو اللي تغرقوا في القوادس، حيت هذا الشيء ماشي السوق ديالنا. هذا العام كانت زياده من شركه التامين، داروا زياده في الفلوس على قبل هذا الشيء اللي توقع ديال الفيضانات وديال الطوموبيلات اللي كيغرقوا في الماء باش يتكلفوا بهم. ولكن رغم ذلك كيبقاو تلاعبات من طرف شركات التامين للسيارات. دابا هنا في هذه المنطقه هذه اللي بغى يدوز خاصو يكون محافظ هذا الطريق، باسكو جا في الوسط كاين واحد الحفره وعلى اليمين وعلى اليسار خاصك تعرف كيفاش تدوز. الا ما كنتيش في المنطقه ما غدوش. هذا الشيء صراحه عيب وعار، اننا بعد نص ساعه تقريبا ديال الشتاء ما كاملاش غادي تجي غادي تولي عندك هنايا ماشي دايه ديال الماء وانما بيسين ديال الماء. كنبغي نوجه الكلمه ايضا للمسؤولين ديال الشركات، ولكن في الاخير ما كيعترفوش لك بيه، تيقول لك حنا ماشي المشكل ديالنا، هذا المشكل ديال السلطات المحليه، هذا المشكل ديال الشركات ديال الصرف الصحي اللي السلطات المحليه الجماعات دايرين معاهم دي كونفونسيون، سالين معاهم عقود باش انهم يتكلفوا بهذا الشيء وما يبقاش بحال هذا المشكل. صراحه انا تاسف، مدينه كبيره بحال مدينه الدار البيضاء بعد نص ساعه ديال الشتاء كنشوفوا طوموبيلات ولاو تيغرقوا. دابا كيضطروا انهم كل شيء كيضطر انه يبدل الطريق ديالو. صراحه هذا الشيء مؤسف بزاف. قد ما ولينا كنفرحوا بالشتاء الا وعاوتاني كنخافوا منا حنا اللي كنسكنوا في المدينه. كنفرحوا بالشتاء على قبل الفلاحه وعلى قبل الناس اللي صراحه كانوا ضروا وتفرحنا، قلنا ربما جا بصيص امل، ولكن هنا في المدينه عاوتاني حنا كناكلوا الدق. فهذا رساله للمسؤولين ديال هذه المنطقه، يشوفوا هذا الشيء راه ماشي معقول. رانا يعني الناس تخسروا لهم السيارات ديالهم، هضرتوا مع شركه التامين، خرج ناطق رسمي باسم الحكومه قال غادي نهضر مع شركه التامين باش يزيدوا لكم التامين، خصوصا هذا المشكل ديال اللي كيغرقوا فيه السيارات في الماء. ولكن بدون جدوى كل دائما كاين هناك تهرب، كل واحد كيتهرب من المسؤوليه، كل واحد كيتهرب الاخر. فانا من هنا كنبغي نناشد المسؤولين السلطات المحليه ونقول لهم العامل المسؤول هنايا اللي كيديروا مناقشات وكتوسع على شركات اجنبيه ربما ماشي حتى الغربيه وكيتكلف هذا الشيء ديال الصرف الصحي والقوادس كل شيء وما الى ذلك. ولكن حنا كنشوفوا هنايا احنا اللي كنغرقوا دابا. انا دابا بغيت غير نعرف كل هما المسؤولين ديال منطقة سيدي برناطي، ما كاين حتى شي مسؤول لحد الساعة ولحد اللحظة حنا جينا هنايا، باقي حتى شي مسؤول نجا، باقي حتى شي واحد ما خرجش الساكن ديالو باش يحاولوا يشوفوا واش هاد القادوس غادي يقدروا يحلوا، واش حنايا كل عام خاصنا ضروري الفيضان، واش حنا كل ما تصب الشتا نلقاو الفيضان، ماشي شي شتا بعدا، ما كانش من الشتاوات اللي كيطلعوا على الناس في العالم ما غاديش يديروا، ماشي شي شتا، هذه بعض الوقيتات اللي رجعت لنا الامل. الشتاء رجعت لنا الامل، لان السنه الفلاحيه صراحه فقدنا الامل بالنا صافي، ولكن الحمد لله كي ربي رزقنا بهذا الشتاء ولينا كنقولوا عاوتاني اش هذا الشيء هذا، حنا غنوليو غارقين، غنوليو المصالح ديالنا كتعطل. زياده على هذا انا غير وصلت لبعض المعلومات، كاين واحد الاكسيدون صارت في نفس هذا المطار شويه مازال قدام اللي كتربط ما بين سيدي برناطي والمحمديه بسبب الشتاء، وادى هذا الشيء لانعلاق ديال ثلاثه الشاحنات كبار. كنبغي نأكد بأن كانت واحد الأكسيدون صارت اليوم مع 8 ديال الصباح،
ادت انزلاق ديال 3 شاحنات من حجم كبير في الخرجه ديال شط المحمديه كانت حبسات، واضطروا جميع الناس يزيدوا في الغرب المحمديه ويدوزوا على ومن هنا الناس المسؤولين ديال هذه المنطقه يجيو يشوفوا شي حل. ما يمكنش، واش خاص المواطن هو اللي يدير كل شيء، هو اللي يتصل بالشركه والشركه تقول ليه واخا وكنتر ما تجيش؟ خاص المسؤولين يجيو يوقفوا. لحد الساعه انا باقي ما شفت شي مسؤول جا هنايا او عاين هذه المنطقه او يشوف شنو هذا الشيء اللي صار دابا هنايا. صراحه اشترك الان في قناه اشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.